السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الوصفه ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون عباره على دي كاب كيك، ولكن هاد المره ماشي اي كاب كيك. الوصفه ديال اليوم غادي تكون صحيه حيث فيها لي فلوكون دافوان اي شوفان، البيض والبنان، وهادو كاملين مكونات طبيعيه والاهم صحيه. ودابا يلا نمشيو للمقادير وطريقه التحضير. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو شوفان، كل واحد النوعية اللي غادي يستخدم. أنا هاد النوعية اللي خدمت غادي ندير منها جوج كيسان ونص. غادي نحتاجو جوج بنانات، من الأحسن يكونوا طيبين. غادي نحتاجو جوج بيضات والفواكه الجافة اللي عندكم. أنا هرمش هنا اللوز والقرقاع، انتم أي فاكهة جافة ممكن تضيفوها. غادي نحتاجو الزبيب، كاس ديال الحليب، جوج معالق ديال السكر، خمارة، وواحد الفاني. بالنسبة لطريقة التحضير غادي ناخد البنان اللي عندي وغادي نمعتو بفورشيطة ولا بأي حاجة عندكم، ومن الأحسن البنان يكون طيب مزيان باش المذاق يجيكم حسن وباش يتمعس لكم دغيا. الوغ أنا هنا غادي نمعس البنان مزيان حتى ما غاديش يبقاو يبانو ليا الطروفة ديال البنان. وكيف ما كتشوفوا أنا سرعت لكم الفيديو باش ما يجيكمش طويل بزاف. كيف ما كتشوفوا معايا هنا فاش معس البنان مزيان حطيته في الصحن فين غادي نخدم، وغادي نضيف عليه واحد الساشي ديال الفاني. وغير كاضافه بغيت نقول لكم بلي انا ما كانش متوفر عندي فاني سائله وما كانش متوفر عندي العسل. نتوما الا كان متوفر عندكم ممكن تستغناو على الساشي ديال الفاني والسكر وتعوضوهم بالعسل والفاني اللي كتكون سائله. يعني من الاحسن باش كتكون الوصفه صحيه 100%، ولكن ما كتضيفوش يعني مع البنان ديريكتومون، حتى كتضيفوا البيض والحليب عاد كتضيفوا العسل ويعني فاني ليكيد. انا هنا كيف ما قلت لكم ما كانش متوفر عندي، يعني ضفت في الاول مع البنان فاني وجوج معالق كبار ديال السكر سنيده، وغادي نخلطهم مع البنان مزيان حتى غادي يمتزجوا ليا العناصر كيف ما كتشوفوا. دابا غادي نضيف جوج بيضات اللي كيكونوا بحرارة الغرفة، وغادي نبقى نخلط حتى البيض غادي يدخل ليا في البنان مزيان. هنا كيف ما قلت لكم انا كان متوفر عندي اللوز والقرقاع، هرمشهم واحد شويه وضفت حتى الزبيب. نتوما اي فاكهه جافه عندكم تقدروا تضيفوها. يعني كيف ما قلت لكم الوصفه صحيه، يعني من الاحسن الا كان عندكم حتى التمر قطعوا طريفات صغار وديروه في الوصفه، راه كيجي زوين بزاف يعني وكيعوضكم على الحلاوه ديال السكر. صافي انا هنا غادي نضيف كاس ديال الحليب، يكون عادي يعني ما دافي ما بارد، يكون حليب عادي. صافي وغادي نخلط مزيان حتى غادي الخليط يتجانس ليا مزيان.
انا هنا غادي نضيف الشوفان ديالي. كيف ما كتشوفوا انا هنا غادي ندير جوج كيسان ونص، وانتم على حساب الخليط ديالكم وعلى حساب الشوفان اللي عندكم واش كيشرب دغيا ولا لا. انا هنايا عندي هاد الشوفان يعني شويه مطحون، الوغ كو كنخدم جوج كيسان ونص. انتم على حساب النوعيه ديال الشوفان ديالكم يعني غتبقاو تضيفوا شويه بشويه وانتم كتخلطوا حتى كتشوفوا بلي الخليط يعني تقال واحد شويه، غير شويه ماشي بزاف. كيف ما كتشوفوا درت الكاس الاول، ودابا غادي نضيف الكاس الثاني وغادي نخلط. هنا كان باقي خاصني الشوفان وضفت نص كاس، يعني بالمجموع خدمت في الوصفه جوج كيسان ونص ديال الشوفان. وانتم كيف ما قلت لكم يعني على حساب النوعيه ديال الشوفان اللي عندكم. صافي وغادي نخلط مزيان، يعني القوام ديالو ما كيكونش ثقيل بزاف، يعني كيكون ما ثقيل ما خفيف. وكآخر حاجة غادي نضيف خمارة. وبالنسبة للناس اللي كيخدموا بالعبار فهاد الخمارة فيها 8 غرام. صافية غادي نضيفها وغادي نخلط مزيان، وهكا غادي نكون ساليت طريقة التحضير. من بعد ما وجد ليا الخليط ديالي انا هنا خديت ديمو الخاصين بليك اب كيك. صافي وغادي نبقى نعمرهم. انا هادو ما غاديش نحتاج نديرهم في حاجه اخرى حيت ديجا هاد ليمون كيكونوا شادين في راسهم. صافي ما غاديش نعمرهم بزاف، وما غاديش عاوتاني ندير غير شويه، يعني عينكم ميزانكم غير باش ما يفيضوش ليكم. صافي وغادي نبقى نعمرهم حتى غادي نسالي الكميه اللي عندي. من بعد ما درت 6 ديال لي كاب كيك، انا هنا اختاريت انني نزيد شويه ديال الكاكاو على الخليط اللي بقى ليا باش ندير لي كاب كيك يكونوا يعني اللون ديالهم مختلف وحتى المذاق يكون مختلف. كيف ما كتشوفوا زدت غير الكاكاو المر. صافي وغادي نخلط مزيان وغادي نعمر لك دوك الليمون اللي بقاو ليا. وكيف ما كتشوفوا معايا انا هنا خرجوا لي 10 ديال لي كاب كيك. وانتم الا بغيتوا كميه اكثر تقدروا تضاعفوا المقادير. وكلمسة اخيره، انا هنا اختاريت نزين لي كاب كيك ديالي بشويه ديال الزبيب. نتوما تقدروا تزينوا باش ما بغيتوا باللي متوفر عندكم. وبالنسبه لي كاب كيك ديال الشكلاط زينتهم حتى بشويه ديال اللوز والكركاع مهرمشين. وانتم تقدروا تضيفوا حتى لي بيبي دو شوكولا او لاي حاجه متوفره عندكم.
وكيف ما ديجا قلت لكم بلي هاد لي كاب كيك كيبقاو صحيين سورتو تعطيوهم الدراري الصغار وحتى الكبار. انا هنا غادي نستفهم في اللاطه ديال الفران وغادي ندخلهم يطيبوا من التحت، عاد غادي ندير لهم العافيه من الفوق. وخليكم معايا باش تشوفوا الشكل النهائي. وكيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديال كاب كيك ديالنا. كما كتشوفوا راه كيجيو زوينين في المنظر وفي المذاق اكثر، ودوك الفواكه الجافه كيعطيوهم واحد اللمسه زوينه بزاف. هنا غادي نحل معكم وحده باش تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل. سانسيرمون راه كيجيو هاد لي كاب كيك زوينين بزاف وخفافين كيف ما كتشوفوا معايا، ولي فلوكون دافوان كتحسوا بهم هما ودوك لي فروي سيك. يعني كنصح اي واحد شاف لا فيديو انه يجربهم وسورتو غيعجبوا الوليدات الصغار. انا هنا غادي ناخذ معكم وحده اخرى غادي نحلها قدامكم. هادي انا ما درتش فيها الكاكاو كيف ما كتشوفوا، راه كيجي دوك لي فلوكون دافوان باينين. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون عجبتكم، والا عجبتكم ما تنساوش تجربوها وتردوا عليا في لي كومونتير كيفاش جاتكم. وبالنسبه للناس اللي ما ابونيش معنا يتابونوا معنا ويفعلوا جرس لي نوتيفيكاسيون باش يتوصلوا بكل جديد. ودابا ما بقى لي غير نقول لكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده. بسلام عليكم.